يعني هذه أكثر حبة بوب كورن تجيب سعادة في حياتك اللي أنت تتذكر أنك بعت بيتك عشان تشتريها. ما في نكهة الكراميل. هذا المتابعين إنما كنتم متين بن عبد الله is back. أسعد الله مساكم وصباحكم زي مكتوب تيمر عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله ما أدري وش أقول لكم، بس جبنا أغلى بوب كورن في العالم. إحنا كنا نحسب إن هذا بيركوز بوب كورن، أصلاً ما شفت الفيديو تلقاه فوق هنا، كنت أحسب إن هذاك البوب كورن هو أغلى بوب كورن موجود في العالم كله، ولكن كان عنده منتج واحد والباقي كانت أسعارهم تعتبر عادية مقارنة باللي راح نجيبه اليوم. إذا عجبكم الفيديو خلنا نوصل 70,000 لايك المعتادة اللي دائما نطلبها، وسووا سبسكرايب شباب. لاحظ انكم ما عدتوا سبسكرايب، سووا سبسكرايب خلونا نوصل 2,000,000 بسرعه. الجوين تحت عند الاشتراك وخلونا نبدا ونشوف شنو مخبي لنا البوب كورن لهذا اليوم. خلونا نشوف الموقع الان. تمام، الموقع هذا زي ما تشوفوا اسمه سيجنتشر بوب كورن. صراحه يعني انا اقول لكم النكهات اللي قاعد اشوفها بصراحه مره حلوه، اشياء من جد خرافيه حمستني اني اشتري. ولكن خلينا الان نجي نقارن سعره بسعر بيركوز بوب كورن. اوكي، زي ما تشوفوا هنا بوبكورز بوب كورن way too expensive white truffle كان ثاني اغلى واحد بعد اللي على ذهب، قيمته 32 دولار. لكن لما تجي وتحط 8 ounces bag 4 packs يعني 4 اكياس، يطلعون الاربع اكياس قيمتهم 25 دولار، معناها قيمه الكيس الواحد تطلع 6 دولار و25 سنت او 6 دولار وربع. يعتبر غالي، انا معاكم في انه غالي اوكي، ولكن لما تجي الى سيجنتشر زي ما تشوفوا هنا قيمه الكيس الواحد 9 دولار، اغلى من هذاك بدولارين و75 سنت. وفي شيء لما تجي وتختار النكهات، طبعا شوف عدد النكهات الموجوده 21 نكهة. يوم جيت شفته آخر مرة ما كان 21 نكهة، كان 15 نكهة، ولكن واضح إنه زادوا نكهات. إذا كانت قيمة الواحد 9 دولار، فلو جيت تبغى تشتري كل النكهات 21 نكهة راح تدفع 188 دولار على النكهات هذه على كيس واحد من كل نكهة. يعني معناها أن لو جيت تبغى تشتري هذه النكهات كلها وتجربها حرفيا راح يطلع عليك أغلى من قسط الكوريلا. مو مصدقيني صح؟ قسط الكوريلا زي ما تشوفوا هنا ليز 4 124 دولار. اوكي، ما في سبب يخليه يكون غالي، ما في سبب يخليه يكون بالسعر هذا. فلذلك جيت انا متيم بن عبد الله وقررت في هذا اليوم ومن هنا من هذه المنطقه اني اسوي شيء واحد حلو، وهو اني اروح واخذ اغرب 12 نكهه موجوده عندهم. ليش؟ لان شخبار على المليونين يا حبيبي. وقبل لا نبدا فيهم، وناس بتقول متيم يمكن في امريكا الاسعار عاديه هالكذا، لا لا لا، بوريكم اخذت اربع انواع من البوب كورن المشهوره مره، سواء كانت محليه على الولايه اللي انا فيها، مشهوره في والمارت بس، او مشهوره مثلا في امريكا كلها او في العالم كله. راح نجربها ونشوف وش الفرق، وش الشيء اللي خلى بوب كورن مثل هذا يكلف اكثر من ثلاثة اضعاف سعر بوب كورن العادي. انا ابغى اعرف لاني حرفيا شريته بقسط كوريلا، فوش السبب اللي يخلي هذا الشيء يكون مره غالي؟ اول شيء راح نجربه اللي هو الموفي ثياتر مارغريت فاليو، هذا تقريبا ارخص واحد اخذناه، كانت قيمته دولار و74 سنت. شوفوا حجمه مره كبير، قارنه باللي كلف تقريبا 6 اضعاف سعره، وشوف فرق الحجم. اوكي، بوب كورن عادي جدا، شكل معتاد من البوب كورن اللي كلنا نحبه. اوكي، شوية مالح، في زبدة، حلو، ما هو سيء، ولكن تعرف ان هذا ما هو افضل كواليتي، لذلك قيمته دولار و74 سنت لكيس هالكبر. خرح اللي بعده، مقابلة راح اجرب هذا اللي كلف 9 دولار للكيس الواحد، ابغى اعرف وش الفرق، ليش هذا يكلف هذا السعر كله؟ رغم انه ما في ذهب، ما في شيء، يعني بوب كورن عادي جدا. خلينا نشوف وش اللي فلشنا احنا. اوكي، ريحة الزبدة غير، ما هي ريحة زبدة عادية ابدا، فالطعم اوكي، طعمه لذيذ، طيب مره افضل من الجريت فاليو، هذا الشيء اكيد، ولكن خلينا نشوف، خلينا نوريكم الفرق. طيب هذا اللي تشتريه عشان تاكله في السينما، هذا اللي تبيع
بيتك وسيارتك عشان تقدر تشتري. اوكي زي ما تشوف اساسا طريقه الطبخ مختلفه، اللون غير، الاثنين يعني اثنين مكتوب عليهم بادر، الاثنين زبده، واحد موفي ثياتر ستايل والثاني بس كذا بادر يعني. ف يا اشوف في مره فرق بينهم. هل هذا يستاهل يكون سعره 6 اضعاف هذا؟ بصراحة لا أبدا. أوكي لذيذ، ما هو أفضل شيء بصراحة، وحتى كشيء معلب كشيء على زبدة ما أشوف حالي بصراحة أدفع عليه $9 نهائيا على كيس واحد زي هذا. يعني هذا قيمة الكيس 34 ريال. أنت عارف 34 ريال في السعودية أنا وش ممكن أشتري فيها؟ أنا ممكن أتعشى أنا وأصحابي مطبق البارد موية أكيد يعني. ملوحته حلوة، الزبدة فيه حلوة، ما يستاهل قيمة اللي اندفعت عليه. بعطيه بصراحة 6/10. يعني تخيلوا اني ممكن لأول مرة في حياتي اعطي شيء تقييم اقل من قيمته. فخروح للي بعده. ثاني واحد يعتبر اغلى واحد كبوب كورن عادي قيمته $2.98، يعتبر مرة غالي، ولكن حجم الكيس نفسه زي ما تشوفوا هنا يعتبر مرة كبير. مقابله راح اكل اللي على هالبينو تشيرر، على جبن تشيرر وعلى فلفل هالبينو. بصراحة نكهة جبارة، بالعادة يكون سبايس وشير كذا، بس هالمرة هالبينو. فيا بصراحة كاختراع للنكهات، النكهات الموجودة خرافية مرة من الشركة، ولكن راح أشوف الفرق وراح نحكي مع السعر. طبعا هذه الشركة في منها منتج أخذ 10/10 رغم أن ما تكلف منتجاتها $3 للكيس الكبير هذا. فبسم الله ما زلت أحب منتجاتهم. مقارنة يعني تاكله هو مستوي مو توه، بس وانت تاكله تحس انه مره فريش، يعني شيء ما اخذه في السينما او ما اخذه من محل فشار. يعني كيس الواحد بالحجم هذا يكلف $3 تقريبا، شويه غالي، ولكن مو زي هذا. هذا حرفيا 3 أضعاف سعره. هذا 3 أضعاف السعر دفعت عليه. نبغى نشوف هل يستاهل ام لا. اوه ريحته مره فلفل. خلنا نوريكم واحده عشان تشوفوا كميه النكهه الموجوده. اوكي بسم الله. واو اوكي اوكي واو، يا نكهة التشيدر القوية مع هنت الهالبينو الموجود. واو والله ما توقعت بيكون بهاللذة، توقعت اني بأسب النكهة بقول انه مرة مو كويسة. اوكي ما يعطيك جو انك قاعد تاكل بوب كورن كثر ما يعطيك جو انك قاعد تاكل تشيز بوفس شيبس اشياء حاجة كذا على هالبينو وتشيدر. ولكن كيس هذا كلفني $9.33، بس على هالكذا بصراحة بعطيه 8/10. مرة حلو. خروح للي بعده. هذه الشركة بالعادة تكون شركات المحلية اللي ما هي موجودة في كل مكان، فأول ما تجي يبيع منها كميات. هذا هم على وايت شيدر اللي شريته من اليوم تقريبا كلهم وايت شيدر، وهذا كانت قيمة $1.94 أي دولارين، الشكل المعتاد ما تغير شيء. فبسم الله. والنكهة أحس إنه مستوي من زمان، ما هو أفضل شيء أبدا، ليس بسيء. خلينا صريحين بصراحة، نكهة الشيدر حلوة ولكن تكستشر ماله تحس كأنه مستوي من زمان، فما هو شيء بيخليني أفضله على الأشياء الثانية. مقابله راح تجيب البرفكت دو، طبعا هذا تعرفوه اللي من شركة سمارت فود، أخذ عندنا 10/10. هذا اللي هو يكون على كارميل وعلى تشيدر، نكهتين مع بعض، أنا مرة أحبهم بصراحة، من الأشياء اللذيذة جدا بالنسبة لي. فجيبنا هالمرة كيش $9. خلنا ناكل ونشوف. طبعا خلنا نوريكم إياهم، طبعا لازم تاكلهم مع بعض كذا ميكس مرة واحدة. فنقول بسم الله. أوكي صدقون هذا الميكس ماله في هذا مرة أفضل من بيركوز بوب كورن، مرة أفضل. بيركوز كان الشيدر حقه بصراحة ما في نكهة الكراميل، أحيا العيد، نكهة الكراميل اللي فيه ما هي قوية، الشيدر كانت جدا قوية، فكانت تاكله ما تحس بطعم الكراميل نهائيا. الشيدر لحاله عنده مرة حلو، الكراميل بعد عنده مرة حلو، أحس إن نكهة الشيدر ونكهة الكراميل عنده اعتياديين مرة، ما فيهم شيء غريب يخليك تقول أوه هذا الكيس يستاهل $9 اللي اندفعت عليه. ولكن بالنسبة لي بصراحة عرف يضبط النكهة بشكل مو طبيعي. بعطيه 7/10 بصراحة، ما هو أفضل شيء، ولكن يا آخر واحد جبته اللي هو بومتشيكا بوب. بومتشيكا بوب موجود في أكثر من دولة، ما هو بس في أمريكا، ولكن أرخص من سمارت فود. قيمة الكيس هذا كانت $2.78، كيس ضخم جدا. أوكي طبعا أخذت اللي فيه سي سولت بس، ما في شيء زيادة.
عادي جدا ما افضل اني اكله بس ما ادري يعني احس كان يحتاج نكهة زيادة بصراحة. مقابله راح اجرب شيكاغو بيتزا. اوكي في يعني بوب كورن على نكهة البيتزا، ما في احلى من كذا حرفيا، ما في احلى من كذا. احسه بيكون قوي بصراحة، احسه بيكون شيء خرافي يعني. اوكي ما ادري شنو ريحته، حتى لونه لونه تشيدر، كانه نفس لون التشيدر اللي عندهم بالضبط. زي ما تشوفوا هنا عادي جدا لونه، فبسم الله. اوكي يا او وانت تاكله حرفين قاعد يطيق طعم البيتزا مالتهم اللي هو الديب ديش شيكاغو بيتزا. اوكي شيلوا هذا الكيس عني، لا خلصه. مره حلوه، مره غريبه كنكهه بوب كورن، حسيت انها سبتها اكثر من لو كان شيبس بصراحه. كبوب كورن طعم البيتزا مره حلو، في طعم جبن باين جدا، طعم المارانيرا صوص باين جدا بصراحه، مره حلو لذيذ. ولكن ما زال 9 دولار مره غاليه عليه. ب 9 دولار هذه انا اقدر اشتري اشياء، اشتري يعني 9 دولار هذه انا اقدر اشتري بيت يمكن. بعطيه هذا بصراحه 8 من 10 رغم انه مره حلو، ولكن على القيمه هذه بصراحه ما يستاهل 9 من 10. خل نروح اللي بعده. وانا الحين احنا خلصنا من الاشياء الثانيه اللي بنقارنها، فما حسيت بصراحه الفرق بين البوب كورن هذا والبوب كورن العادي اللي جربناه يستاهل انه يكون مثلا 3 اضعافه، 4 اضعافه، 7 اضعافه. الحين بنجرب نكهاتهم كلها. هذا نكهه السيراتشا اللي هي الشطه الصينيه المعروفه، ما ادري اسيويه هي بس ما ادري من وين، اللي تكون مليانه ثوم. احس مره معلقين على هذا اللون. البوب كورن اللي جربناه من عندهم كله اللون هذا. ما احس السيراتشا كثر ما احس انه جبن حار، طعمه تشيدر، مره طعمه تشيدر. اوكي في هنت حراره غير الهالابينو، بس والله حلو، والله مره حلو هذا. حراره اللي فيه طعمها مره كويس، بس ماني ذايق سيراتشا يعني. لما تعطيني اياها تقول لي انه هو سيراتشا، انا ابغى اذوق طعم السيراتشا اللي انا ماني ذايقها. اوكي 8 من 10 بصراحه، الى الان هذا المفضل عندي، مره حبيته. احس ان كثرنا موالح، فخلينا نجيب شيء حالي. هذا على كوكيز اند كريم، لنجربه الان. واضح ان عليه كوكيز، واضح جدا. قول بسم الله. اوه نكهته مره كوكيز اند كريم. مجرد اكلته كذا اعطاني نكهه على بوب كورن بصراحه غريبه. ما زال حلو لذيذ بصراحه. محتار يا اخي، عشان اكون معاكم صريح، ترى مره ضبطوا النكهه كبوب كورن. كوكيز اند كريم صراحة مرة قوي، ولكن مرة غالي. طبعا في شيء هم يقولوه او يكتبوه هنا زي ما تشوفوا هنا، crafted in small patches، يعني معناها انه ممكن يعني ما يسوون لك مثلا كميات ضخمة، لا يسوون كمية بسيطة عشان تكون افضل، ألذ يعني، العناية فيها اكثر، طريقة طبخها افضل. هل هذا الشيء يشفع لهم انه يبيعوني هذا الكيس ب 34 ريال؟ بوب كورن ما هو مستورد، ما هو شيء، من محل مو محل يعني، من موقع قريب لي اطلب وصل في يومين. بصراحه لا، رغم انه لذيذ يستاهل 9 من 10، ولكن على السعر حقه 8 من 10 احسها كويسه. اوكي احس المالح كله خلص، فبنجرب الحالي الحين. هذه واحده من النكهات اللي مره مره متحمس، لازم تشوفون السينمون رولز يعني بتكون واو، خصوصا الحين موسم السينمون والعفسه والاشياء هذه، فاحس ان هذه النكهه بتكون شيء خرافي مره. اوه ريحه السينمون. اوكي شوف هنا، شوف هنا، شوف اجتهدي شوف. ف قول بسم الله. اوه شوف فيه شو اسمه، حاطين عليه زي الكريمه، شوف هنا يعني معطينك اياه، معطينك السينمون رولز اكسبيرينس كامله، تجربه كامله. نكهه مره اقوى ما توقعت، لدرجه ما عرفت اعبر، بس واو. اوكي ما في اقوى من كذا في الشهر شاري. نكهة السينمون رول، دفع على قسط سيارة وبايع بيتك وحلالك كله، ولكن مستمتع فيه. لذيذ النكهة حلوة، ولكن مقارنة بالسعر اللي اندفع 9 دولار اروح سينبون واروح تاكو بيل، ما ادري محل ثالث، واخذ الاشياء اللي عندهم اللي بنكهة السينمون رول 7 من 10، 7 من 10. وقولوا له هذه هدية من متيم بن عبد الله يا بعد قلبه، روح. زي ما تشوفوا هنا دارك شوكليت اند سي سولت كارميل. اوكي هذه نكهة فخمة، واضح انها فخمة، ولكن سنرى. حلو معناها في مرورة وفي حلاوة وفي يعني اشياء واجد مكس مع بعض، او في ملوحة. اتوقع ان هذا ممكن يعطيني تجربة تخليني لاول مرة اقول ان هذا الكيس يستاهل 9 دولار. بسم الله. اوكي يمكن من المرات القليلة اللي اتوقع نكهة وتطلع بالضبط زي ما هي، حلاوة الكارميل، ملوحة السي سولت كارميل، يعني اساسا السي سولت كارميل او سولت الكارميل يكون مالح وفي نفس الوقت حالي، مرورة الدارك شوكليت
النكهة الغنية، حس انك قاعد تاكل شيء فخم، شيء متعوب عليه كنكهة، متعوب عليه ككواليتي. هذا الكيس يستاهل $9 بصراحة. شوف حالي اني امزج عليه، وبصراحة احلى نكهة. هذا بعطيه 9/10 لانه بصراحة يستاهل المبلغ اللي ندفع فيه. اوكي. Peanut butter cup. حلو، تدفع $9 على شيء بطعم الريسز. ما هي مشكلة. هذا طبعا شكله زي ما تشوفوا هنا. اوكي. بوب كورن بطعم الريسز مرة. مرة حلو، مرة لذيذ. نكهة مرة غريبة كبوب كورن، ولكن مرة حلوة. إلى الآن هذه واحدة من أفضل النكهات، مرة حبيتها. حبيت طعم البيني بار، حبيت طعم، حبيت كل شيء. يا أخي أحسني متيم بها. أخبريني كيف أكون لك. هذه نكهة بعطيها 9/10. ممكن ما يستاهل $9 كبوب كورن، ولكنها تستاهل قلبي هذه النكهة. ودي أقول لكم خروح للي بعدها، بس أنا بيقعد معاها. خروح للي بعدها. عندهم زي ما تشوفوا هنا كارميل بيكان. حلو، في بيكان زبدة. نسيت شنو، ما أعرف بيكان بالعربي شنو، ما أعرف. شوفوا، نفسه فيه بيكان، في قطع بيكان كبيرة. نايس. اوكي. الان نكهات هذه بدأت تعطيني جو مرة حلو، بدأت تعطيني شيء يقول ترى هذا الشيء ما هو شيء عادي، ما هو زي النكهات الاربعة اللي جربناها اول شيء. ترى انت قاعد تاكل شيء غير، شيء مختلف. ما هو شيء فخم، ما هو شيء بنكهة الفقع، ما هو شيء معطوط فيه 85 ingredients عشان يصير كارميل، بس شيء نفس العادي اللي تاكله بالعاده، ولكن مره افضل. هذه النكهات اللي قاعد نجربها اخر شيء قاعد تعطيني هذا الشيء. منتجاتهم مميزه، هذا مره حبيته، ابى ادفع فيه $9 وانا اضحك ومبتسم مره، وبعطيه 9/10 ومره حلو. ولكن نكهاتهم او الاشياء اللي عندهم مره قويه، يعني تاكل حبه منه وخلاص. اوكي. طبعا هذه الاشياء انا طلبتها من تقريبا اسبوع او اسبوعين عندي. خلينا نشوف متى تاريخ الطلب كان. ما هو مكتوب تاريخ الطلب، ليش؟ بس عموما يعني انا شريتهم من تقريبا اسبوعين او اسبوعين تقريبا. ما زالت نكهتهم كويسه، ما زالوا تحس كانهم فرش، ولكن حسيت بعضهم يعني لو ما اكله من اول يوم وصل كان افضل. ولكن ما قيمت على هذا الشيء، قيمت على النكهه. انا الحين بروح اجيب اخر حبه موجوده عندي من بيركوز بوب كورن، واللي انا طالبه من شهور طويله، وراح نفتحها. ما فتحتها، راح نفتحها ونجربها ونشوف هل صمد ولا لا. هذا الكيس مال بيركوز بوب كورن، اخر كيس من الموجودين. توي افتحها الان. اوكي، يا ريحتها الى الان كويسه، يعني ما يحتاج اكلمكم عن الشكل الخرافي اللي فيه. خلنا نشوف متى انا صورت الفيديو اساسا ماله. 3 شهور من تصور، يعني بوب كورن هذا عمره 3 شهور الآن، فبجربه هل ما زال كويس ولا لا. ما هو أفضل شيء. علقت بلساني هذه. ما كأنه عمره 3 شهور نهائيا، أحس عمرك صار كأنه أسبوعين. كبوب كورن عادي عمره أسبوع، رغم أنه 3 شهور له. مقابل هذا اللي أتوقع لو اني اكلته بعد 3 شهور ما راح يكون محفوظ بهذه الطريقه وبهذه القوه. خل نروح للي بعد. النكهه اللي مره متحمس لها، واكثر نكهه احسها بتعجبني، اللي على ستروبيري تشيز كيك. تشيز كيك فراوله، يعني بوب كورن بنكهه التشيز كيك فراوله. شنو في احلى من كذا في الحياه؟ يا رجل شو الفخامه، انظر الى الفخامه هذه. هل تراها؟ هل تراها بام عينك ام لا تراها؟ فخلنا نقول بسم الله. واو. واو يا رجل، نكهة التشيز كيك فيه ما هي طبيعية. ستروبيري، واو. بوب كورن، هذا بوب كورن طعمه تشيز كيك على فراولة. واو. اوكي، طعمه مرة حلو، نكهته قوية، ما هي مرة حامية، يعني فيك تاكل منه واجد. واو. اوكي، ما ادري بصراحة وش اقول زيادة عنه، بس صراحة فاجاني، ما توقعت نكهته بتكون بهذه اللذة. ألذ بوب كورن اكلته في حياتي كلها، ابعطيه 10 صراحة.
بدفع فيه 9 دولار و10 دولار و11 و12 اذا بظل بهذه القوه بهذه اللذه انا ما عندي مشكله ادفع فيه المبلغ هذا، ما عندي مشكله اشتريه بصراحه. النكهه شيء خرافي مره. خل نروح لاخر شيء عندنا لهذا اليوم. اخر نكهه عندنا لهذا اليوم كيك باتر. طعمه بيكون اتوقع طعم ال طعم البيرثدي كيك او كيكه العيد ميلاد، فمره متحمس. ما اتوقع بيكون بقوه اللي قبله. اوه ريحته واو. اوكي ما اتوقع بيكون بقوه اللي قبله، ولكن مره حلو يعني. يعني هذه اكثر حبه بوب كورن تجيب سعاده في حياتك اللي انت تتذكر انك بعت بيتك عشان تشتريها. نعم. فخلينا نقول بسم الله. اوكي انا ما ادري ليش خليت النكهات هذه الاخير، بس في النكهات الحاليه هذا البوب كورن مره افضل من النكهات المالحه. يا طعمه بيرثدي كيك. يا اشوف حالي اكله، اشوف حالي اعطيه بصراحه 9 من 10 وادفع فيه 9 دولار لان بصراحه مره تستاهل. يعني قاعد اكل شيء مره واو. اوكي خلينا نتكلم على الشركه بشكل عام او المحل هذا بشكل عام اللي هو سيجنتشر بوب كورن. هل هو افضل من بيركوز؟ ما اقدر اقيم. بيركوز يعتبر شيء فخم، شيء غالي كذا، فقع ذهب. الاشياء اللي فيه مختلفه، الاشياء اللي فيه لطبقه ثانيه، الاشياء اللي فيه بالنسبه لي احسها تجربه ثانيه، فما راح اقدر اقارن نهائيا. ولكن زي ما شفتوا ان هذا قيمته تقريبا اقل من 6 دولار 5 دولار، ما زال يعتبر مره غالي ولكن ارخص من هذا. لكن هذه الشركه بصراحه نكهاتها مره غريبه، لا حرفيا مره غريبه. بيرثدي كيك، تشيز كيك، بيتزا، سراتشا، كارميل بيكان، يحط لك اشياء زياده معاها. بصراحه كتجربه للبوب كورن انا اشوفها تجربه مختلفه، واعرف انا شو السبب اللي يخلي شركات مثل هذه ترفع اسعارها. هي انه يكون محل صغير اساسا، ما هو محل كبير، ما هو مصنع، ما يقدر يصنع كميات تجاريه، فيصير المقادير والاشياء اللي يشتريها فما يشتريها بكميات كبيره فتطلع عليه بسعر ارخص، فعشان هالكذا يضطروا يرفعوا سعرهم. ولكن هل انا راح اصير اشتري منه بشكل دايم؟ انا اقول لكم بصراحه لا، يعتبر غالي بالنسبه لي اني اشتري بشكل دايم، وفي بدائل بالنسبه لي ما هي افضل منه وما هي بنفس المستوى، ولكن اقدر اكلها واوفر ثلثين السعر. كتجربه لانسان يبغى يجرب بوب كورن، لانسان يحب البوب كورن ويبغى يجرب شيء مختلف، تجربه مختلفه تماما، انا اقول لكم اياها بصراحه. مرة حبيتهم يعني. في البداية كانت شوية غالية نكهات بالنسبة لي، ولكن بعدين بصراحة صرت أشوف إن لا يعني قاعد أجرب شيء خرافي. كالشركة بشكل عام من 10 بعطيها صراحة 8 من 10. كنت بعطيها أقل، ولكن النكهات الأخيرة فاجأتني جدا. النكهات الأخيرة كانت شيء خرافي، خصوصا هذا. وفي نكهة ثانية اللي هي كانت هذه. الثنتين هذول بصراحة فاجأوني. الثنتين هذول لو جيت وشفت النكهات كإنسان متذوق وأحب أتذوق الأشياء، وقالوا لي إن ترى والله هذه قيمة الكيس منها 9 دولار، فبصراحة بأشتريها. أقول لكم استمتعت بالتجربة جدا. ما سبونسر طبعا، شريتهم على حسابي، بعت سيارتي الكامري وشريتهم. مشكلة أكياسهم مع التقفيل لأن يعبوا الكيس فلهم، فلما تبغى ترجع تقفل الكيس مشكلة صراحة. فهذا اللي كان عندنا إلى اليوم أحبتي. لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، تظهر فيديو قريبا جدا جدا. كان معاكم متهم بن عبد الله، وش أخبار مثل ما كان مكتوب في أول فيديو على المليونين متهم بن عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله